السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شبابنا عاملين ايه؟ يا رب يكون الجميع بخير يا رب، والله يسعد مساكم إذا كان عندكم مساء ويسعد صباحكم إذا كان عندكم صباح. النهاردة شباب يوم الجمعة يوم 27/12، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة برضو واحد ايه؟ واحد جماد الأول. بص شباب، بصراحة أنا مش لاقي حاجة نعملها في الصيف لسبب إن مفيش، اللهم صل على النبي، مفيش عندنا لا صيد لا في البحر ولا صيد في النهر. ليه بقى؟ الايام ديت ايام نوات راس السنه، تمام؟ فبصراحه مفيش صيد، واللي بيطلع على سمكه بس، هي مش محتاجه البهدله بتاعت اليوم. فانا عايز نعمل حاجه نودع بيها 2019 ان شاء الله باذن الله. حبيت نعرفكم على العده بتاعتي. هي صحيح العده ديت ياما، ومحدش، مفيش صياد مضطر ان هو يجيب العده دي كلها، بس انا مجمعها على سنين، يعني مش في يوم ولا في يومين ولا بتاع، عشان بس يبقى ايه عندكم خلفيه. وانا برضو بالنسبه لي كل حاجه ليها ايه، ليها عوزه عندي، يعني نتعرف بيها مع بعض ونقولوا ايه. مش عارف نبدا معاكم بعده النهر ولا بعده البحر؟ نبداوا بيها يا عم يحيى. عدة البحر، ماشي. عم يحيى قال لنا نبدأهم بعدة البحر، فقد لما هنبدأ بعدة البحر، طب نتعرف على بعض الأول. بص يا جماعة، أنا اسمي سامح، شهرتي سامح، اسمي الحقيقي محمد، وده اسمه يحيى، ماشي؟ يحيى يا ابني، أنا يا جماعة في الأساس كنت المؤهل بتاعي دبلوم صنايع قسم حديد مشغول والحق. خلصت المؤهل بتاعي، اشتغلت شغلانه كده شويه، وبعد كده عملت دورات في الاكاديميه البحريه، وطلعت اشتغلت في البحر ما يعادل 7 سنين. طبعا كان كل شغلي عالي بحار، بفضل الله يمكن لفيت تلتين بحار العالم، يعني مشيت في المحيط الهادي، مشيت في البحر الاحمر، مشيت في البحر الابيض، البحر الاسود، البوسفور، يعني الحمد لله رحت بلاد ياما. ختمت معايا ان انا رحت الصومال، فبطلت ايه، بطلت نسافر في البحر. ولكن ما كانت هوايتي الوحيده وانا طول ما انا راكب البحر هي الصيد، لان طبعا احنا ساعات ايه بناخدوا الرحله بتاعتنا شهر وشهرين، ف ممكن نقعد شهر وشهر ونص وشهرين عقبال ما نمسك البر، ما بين مثلا ان احنا خدنا الشحنه، خدنا سفر اسبوع، دخلنا الميناء مش لاقيين مكان عقبال ما الاونر يخلص المصاريف بتاعت البضاعه. المهم بنيجي ايه في الاخر، بندخل البر مثلا بعد ايه، بعد شهر، بعد اسبوعين، بعد 3 اسابيع، يعني كل حاجه وليها ايه، وليها ظروف. فالمهم الصيد بقى في دمي. وانا كان قبل ما نشتغل في البحر كنت اساسا بنصطاد في النهر عندنا، ترعه المحموديه كنت بنصطاد فيه، فدي سبب علاقتي بموضوع الصيد، تمام؟ انا حبيت نقول لكم الحكايه دي عشان نتعرف على بعض ايه، على بعض اكتر. طبعا المعلم يحيى قال لنا هنتعلم هنتعود مع بعض، نتعرف مع بعض على عده الايه، عده البحر، ماشي. بصوا يا جماعه، انا في عده البحر. لا انت تستنى، انت عشان هتبوظ الفيديو. دي يا جماعة اسمها جراية، ماشي؟ الجراية ديت عبارة عن خيطان أقل من بعضها، بتبدأ من 180، بعد كده 120، بعد كده 90. الجراية دي أنا عاملها على إيدي، دي معلقة جايب فيها صنار ولحمته كده زي ما أنتم شايفين بالرصاص. ديت بنجرها وإحنا مثلا، يعني أنا أيام ما كنت شغال في المراكب الكبيرة ما كنتش بنحتاج الرصاص ده ليها. وهي في البحر الاحمر مش هتحتاج رصاص، ولكن في البحر الابيض طبعا علمونا الناس، زي ما بيقولوا كل مكان ليه اهله تتعلم منه. علمونا الناس اللي هي بتصطاد في البحر الابيض، البحر الابيض اللي هو يعني قصدي بيه الحوض بتاع اسكندريه، الماكس، بحري، ابو قير، الكلام ده. الناس علمتنا ان لازم يكون الجرايه ديت فيها 4 كيلو رصاص او 3 كيلو رصاص او كده، بحيث ان هي تجر تحت منها. دي بنجر بيها وانا طالع نصطاد تسقيط ايام المالح. طبعا كان مراكب بالفعل عليها الجرايات دي، كنا بنرموها وهي كانت بتضرب، والسمك اللي كان بيجي كنا كلنا بايه، بناكلوه، تمام؟
حاليا طبعا على المراكب اللي هي بتاعة التسقيط من جروها واحنا ماشيين بيضرب عليها كبريتة، بيضرب عليها لمبوك، بيضرب عليها دراك على حسب سرعة المركب. بس انا طبعا اغلبية طلعاتي بنطلع مع المركب اللي هي بتاعة عم شوقي، لان راجل المعرفة قديمة خالص عشرة، فهو سرعته المركب بتاعه بسم الله ما شاء الله سريعة شوية، فعشان كده البتاع دي ما بتضربش معانا يعني. تمام، دي كده اول حاجة بنستخدمها في المالح. ماشي، هنيجي تاني حاجة، دي اللنسة دي برضو معلقة، ممكن برضو ايه معلقة صغيرة، ممكن برضو نجرها وانا ماشي لو انا حابب. ومعايا ديت اللنسة دي بنشتغلها للحية، ده سنار كبير عليه خيطان سلك، ده المفروض اللي هو يشتغل للحية للطعوم الكبيرة على الوعر، دي وظايف ياما يعني، شغل الحجارة، شغل الهامور زي قناة تعليم فنون الصيد مع حمو، الراجل ده تقريبا هو ايه نفس الشغل ده. القناة دي كويسة خالص يا جماعة، عايزكم برضو تتابعوها، انا ان شاء الله هنسيب الرابط بتاعها في الوصف. طبعا برضو انا بنبعت سلام لاخويا وحبيبي صيد السمك في المانيا، اخويا ابو عصام، تحياتي ليك ابو عصام. نيجي برضو للمالح، ده عود جر، عود متين بسم الله ما شاء الله يعني، وعليه مكنه ميتش الفرنساوي قديمه، دي برضو بتشتغل مثلا في شغل الكاستنج او الجر برضو والمركب ماشي، بس ديت بيتركب عليها مثلا ربله زي ديت، او في ربلات تانية اكبر من ايه اكبر من كده. ماشي، خلصنا من كنا جايبينه ايه، خلصنا من العود ده ومن الربله دي. ربله كبيره يا بابا. اي الخيطان دي برضو كلها تشتغل في المالح وفي العزب، ده خط سعيد ممكن يشتغل على الحي والهجوم على الايه على السمك الكبير. تمام، نيجي العود ده، العود ده كروكوداير 2 متر 40، ده انا سايبه احتياطي. ماشي، العود ده صغير بتاع عم يحيى، ان شاء الله ربنا يبارك له هيصطاد بيه، ما بنشتغلش بيه يعني، انا جايبه ليحيى يلعب بيه بس. ماشي كده ثلاثة على البركة. طيب أنا معايا هنا في العدة بتاعتي بسم الله ما شاء الله برضو معايا المكنة الميتش الحلوة الفرنساوي دي كده، أنا كده على البركة يا جماعة، جاني 2 ميتش الفرنساوي على البركة يعني. ماشي، دي احتياطي امرجنسي، والتانية دي بنشتغلها زي ما قلت للجر والسمك الإيه؟ السمك الحي، بس ده موديل وده موديل تاني، الاتنين ميتش الفرنساوي حاجات قديمة مش هتلاقوا منها دلوقتي ولا بالخامة بتاعتها دي. معلش يا جماعة لو الفيديو طال، اللي حابب يعني يتعرف عليا هيكمل معايا الفيديو، اللي مش حابب طبعا ايه كل واحد هو ومزاجه. ده عود 4 متر ونص وده عود 4 متر ونص، ده كان من زمان، كان من زمان خالص، ده كان من زمان خالص وده من زمان خالص. طب انا ليه يا جماعة جايب عودين 4 متر ونص؟ العود ده 4 متر ونص عليه مكنة فايكنج عليه خيط بريد، هو يحيى بيقول من زمان خالص قصده ان العود قديم يعني. ماشي، العود ده انا حاليا بنشتغل بيه على الحداف، بس سايبه حداف بس لان هو العود ده ديموند عود كويس ومكنة كويسة، فانا مخليه الحاجات اللي ايه حاجات التقيلة بس. طب ده 4 متر ونص عليه خيط قلت بريد 35 جايبه للحداف بس. ماشي، وده 4 متر ونص برضو عليه فايكنج بس 50 50. طيب انا جايب ده ليه وجايب ده ليه 2 4 متر ونص؟ انا سايب ده للحداف وسايب ده للتجريه بتاعه الطعم، التجريه بتاعه الطعم اللي هي نسرح الفله بتاعتي وهي فيها طعم، فانا ايه جايب ده عشان كده، بدل ما نغير كل شويه من كده لكده، ده مكانته صغيره وده مكانته تقيله، فهتبقى تقيله ايه على ايدي يعني. ماشي،
ده 3 متر شكسبير، عليه مكنة صغيرة صيني، وعليه خيط 30، والرمال بتاعه بيبقى 25 في الأغلى. ده أنا مخليه للغلة بس، العود ده مخليه للغلة بس. ماشي، نفس الحكاية برضه. المفروض يجي جنبه أخوه ده، أخوه الصغير ده برضه نفس الحكاية يا جماعة. شكسبير مكنة صيني، أساسي 30، الرمال بتاعي 25 برضه. ده بنشغله غلة، وبنشغله برضه طعم إيه جنب دور الغلة كده، عشان كده هو حاليا في فلة. تمام، العود ده 6 متر و30 زي ما انتم شايفين. العود ده يا جماعه 6 متر 30، عليه مكنه صيني 7000، عليه خيط 25، وعليه فله الرمال بتاعه 20. ده بنشتغل بيه يا جماعه للريمه، وبنشتغل بيه للعجينه. تمام، دي حاجة صب كده برضو كروداي، متر ومتر 65. تمام، عود صغير صب، عليه خيط 35، ده برضو بنشتغل بيه تسقيط في المراكب، بنشتغل بيه مثلا لطش برضو حداء، بنشتغل بيه غلة في أماكن ضيقة. هو عود صغير للأماكن الصغيرة الضيقة، دي فوائد ياما برضو. طبعا بقى ده الحلو ده، ده بسم الله ما شاء الله يعني 2 متر و40، ده 2 متر و40. النوع ده اسمه كورونا، انا اشتريت منه المرة دي بس، وبعد كده ما لقيتهوش يعني، بس هو جودة عالية جدا. عليه مكنة اسمها سي سايد. المكنة دي يا جماعة 10000، ده انا بنشتغل بيه في التسقيط، 2 متر 40، عليه مكان 10000، الخيط بتاعي 35 بريد برضو، 35 بريد. يبقى عشان برضو الفيديو يبقى فيه فايدة، نقول كده باختصار العدة ديت ايه ولازمتها ايه. عايز تشتغل مثلا ريمة وعجينة، لازم تخلي معاك عود طويل وخيط خفيف. الغلة بتشتغل لها 30 35 اساسي، والرمال بتاعك برضو 30 35 25. تمام، الغلة برضو بتحط لها ايه اللي هي الريشة او فلة صغيرة. التسقيط انا افضل حاجة ليا للتسقيط 2 متر 40، افضل حاجة ليا للتسقيط 2 متر 40. تمام، 2 متر و10 شغال، 1 متر و90 شغال، انا بنقول الافضل ليا انا عشان محدش يقول ان انا بنقول حاجة غلط. تمام يا جماعة، دي كده عدتي المتواضعة بإذن الله. ماشي، هنوريلكم هنا برضو ايه دي الخيوط اللي انا اللي موجودة عندي. عندي مثلا هنا بسم الله ما شاء الله يعني، عندي اللي هو الايزو ده، عندي منه 50 و30، خيط 50 وخيط 30. تمام، عندي برضو الحاجات اللي هي الليت من ديت، عندي الحاجات دي برضو للعزب، انا منفضل اللي هو الكاميلوني ده، خيط حلو كده وبسم الله ما شاء الله يعني ثبت ايه جدارته. المهم انت برضو ما تستغلاش يعني، وانت جايب بتشتري خيط ما تشتريش بكره بازيد من 15 جنيه، لو اقل برضو ماشي. دي برضو حاجات فرط برضو يعني ايه، ده بريد، ده حاجات برضو كلها ايه زي ما هي كده. ماشي، انا دايما عندي يا جماعه ده كشاف، وده كشاف جديد لسه شارينه، ده الرصاص بتاعي، دول يعني ايه على البركه كده يجوا ايه، يجي حوالي 5 كيلو رصاص، منه ال 200 جرام، ال 100، ال 80، ال 60، حاجات برضو انا صاببها على ايدي. الكرتونه الحلوه دي بقى
كانت فيها ديت مثلا فيها ايه؟ ربلات الكاليماري، بس مش عارفين بقى نطلع كاليماري هنا في مصر خالص، ربنا يعيننا. تمام، كم لبارة كاليماري هي على البركة يعني؟ لا يا عم اتنين، ايه ده خمسة. تلاتة. والخمسة يا عم، ولا خمسة ولا ستة ازيد يا عم اهو. ايوه يا بابا ده. ادي واحد. اتنين. تلاتة. تلاتة. أربعة. لا ديت دي بتاعت كاستنج يا شباب. أربعة. خمسة. ستة. ستة يا عم، ستة يا عم. وديت ايه؟ بتاعت كاستنج تشتغل بيها على العروس على ال. يا بابا دول كنت جايبهم من عند تيتا سامي. لا يا ابني دول كانوا من عند عمك عبد الله. ايوه وجبتهم وانت جاي من عند التيتا لما كان عند التيتا. دي ريش رومي، ريش رومي سلك دش. تمام. هنا كشاء وشويه غمازات. دي الشبكه على فكره يا جماعه، الشبكه دي كويسه خالص بس عايز اللي اشتغل بيها على السمك المعود. ماشي. دي فيلا الفاضية، دي الفصافير بتاعتنا، دي شوية مداور كبيرة على شوية صنانير منها الفيولا، ده حاجة كويسة جدا خالص بس ما تدفعش فيه أكتر من 25 أو 30 جنيه، ده نمرة واحد. ماشي. ده سنار أمين، ده سنار واحد يشتغل برضو معانا مالح ويشتغل تلطيش وكلام من ده. دي علبة سنار حية قديمة خالص من الثمانينات، هو أنا كنت مفكره صلب بس طلع إيه؟ صلب بس بيتفتح يعني. سنار حلو برضه جميل، هو حامي على البركة يعني بس بيفتح. تمام. دي يا جماعة الدتي المتواضعة، طبعا ديت التلاجة بتاعتي أو الجربندية بتاعتي، ده شغل إيدي يعني والله العظيم أنا اللي عامله، بس الجيوب يعني والكلام من ده عملتها بره، بس التقفيل كله بتاعي يعني. تمام. وانا اللي بادئ، انا عاملها عباره عن جركه وعملت له داير حديد بحديد 2 لينيا وقفلته بفل، وبعد ما قفلته بفل صنعت حطيت له خيش، وبعد كده عملت الكفر دوت عند خياط، وجيت انا ايه قفلته على ايدي يعني. ده شغل ايدي انا برضو يا جماعه. دي الشنطة بقى اللي انا ايه بنمشي بيها بنطلع بيها الرحلات بتاعتي. تمام. اهي برضو عبارة عن ايه؟ عن علبتين صناق فيهم بقى صنانير مشكلة والوان وشوية غمازات وولاعة ومقص وعلبة تانية للرصاص. تمام. دي كده يا جماعة عدتي المتواضعة. معلش انا حبيت نعمل اي حاجة كده بس نودع بيها 2019. يا رب يكون الفيديو عجبكم، بس بالله عليكم يعني اللي حابب يدعمنا يحط لنا لايك قبل ما يمشي، ولو حابب يشترك معانا ويتابعنا ده شرف لينا طبعا يعني. تحياتي ليكم جميعا، كل سنه وانتم طيبين بسبب جماد الاول، وان شاء الله السنه الجديده دي تبقى سنه سعيده علينا جميعا باذن الله، ويتحسن فيها وضع الصيد والصيادين تنبسط ان شاء الله بالرزق اللي هم ياخدوه وينبسطوا بالسمكه وهي طالعه. تحياتي ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طفي طفي.